الفستان وغيرها. عيب يا مشيخة الأزهر، فالتشيع لا يختلف معكم إلا اختلافا علميا. ألسنا نؤمن بوحدانية الله وبرسول الله وبمحمد صلى الله عليه وآله؟ وبكتاب ربنا هل نتساوى نحن والأقباط الذين لا يؤمنون بالقرآن ولا برسول الله، حتى تعدونهم جزءا طبيعيا من نسيج المجتمع المصري؟ وأما التشيع لآل البيت، لا يمكن أن تسمحوا بدخوله إلى مصر وأن يصبح نسيجا من نسائج المجتمع المصري الذي قام في تاريخه المصريون، قاموا في تاريخهم على المحبة والتسامح، حتى دخل بينهم مثل صلاح الدين فسفك الدماء فلم يبقي من الشيعة ديارا في مصر. عجبا، نحن شيعة أهل البيت آمنا وكنا كمن ذكروا في قوله تعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، وغيرنا كفر فكان كما قال عز وجل: جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. ومع ذلك الأزهر يدعو للتعايش مع الذين كفروا برسول الله، لكنه يدعو في الوقت نفسه لعدم السماح بدخول التشيع إلى مصر. ما لكم كيف تحكمون؟ أصبحت عقيدتكم في الصحابة وعدالتهم جميعا أهم من الاعتقاد برسول الله وبكتابه العزيز. عجبا منكم. وليس لي في النهاية إلا أن أختم بقوله تعالى: على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.